فقرتنا التالية بنحكي فيها عن جمعية صار لها أكثر من 20 عام ترعى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تأهيلهم، تدريبهم، رعايتهم وتعليمهم. عم نحكي عن جمعية أسرة الإخاء، ولا نحكي أكثر عن فعالياتهم ونشاطاتهم خلال عام 2017. معنا أمينة سر الجمعية سميرة الفحل، يسعد صباحك وميلاد مجيد، وأهلا وسهلا فيكي على الله شاشة وسهلا الأخبارية. فيكم، الله يخليكم، شرفت واهلا وسهلا اهلا فيكم. وسهلا فيك، ان شاء الله ميلاد الله يخليكي، مجيد ميلاد ينعاد مجيد عليكي على الجميع. وعلى كل اسره الاخاء، اكيد الله بنوجه لهم يخليكي، وانتم معايده بخير كثير كبيره. وانتم ست بخير. سميره، بالبدايه خلينا نتعرف على جمعيه اسره الاخاء. مثل ما ذكرت نور، هي عمرها 20 نعم، سنه، 20 سنة. خلينا نحكي عنها اكثر ونتعرف عليها بشكل اكثر. جمعية أسرة الإخاء هي إلى من 98 بصيدنايا، هي بتهتم بشؤون الأطفال لرعايتهم وخدمتهم الصحية التعليمية، مثل ما حضرتك قالت، تعليم، تأهيل، تقديم المساعدة بكافة أنواعها. جمعيتنا كانت تهتم بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة المنطقة، مو بس بصيدنايا، كانت قبل الأهل تهتم بكل أطفال القرى المجاورة وأطفال صيدنايا، بس وقت اللي إجت الأحداث شوي حد عملنا، بس الحمد لله هلا عم نقدر نشتغل عليهم وعم نقدر نساعدهم بكافه انواع المساعدات اللي بنقدر نقدم لهم اياها. وانتم اليوم شفتوا شو قدرنا نساعدهم، أكيد. نسعدهم وندخل لهم الفرحه بالريسيتال، يعني هذا اللي عم نسعى دائما انه نقدم لهم اياه. وشغل كثير حلو، يعطيكم الف الله عافيه. يعافيكي. خلينا نحكي قديش مهم اليوم رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه، خصوصا لما يكون في تاهيل وتدريب وتعليم، وخصوصا اندماجهم مع جميع الاطفال. يعني نحن اول شغله هو نحن الهدف اللي نحن هلا عم نشتغل عليه هو هدف جمعيتنا، اللي هو من انت هذا لا يعنيني، انت تتالم فهذا يكفي. فنحن من هون بننطلق بعملنا، بننطلق بشغلنا لنقدر نساعدهم، نقدر نساعد اي انسان بيطرق باب جمعيتنا، اللي هو بحاجه لتاهيل من اهله تعليميا، بحاجه لطبابه كمان بنساعده طبيا، بحاجه لطبيب، بحاجه لمعالجه، بحاجه لاي شيء هو بحاجه له الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. فنحن هذا اللي عم نسعى نشتغل عليه ونقدم له اياه بكافه انواعه، بكافه انواع المساعدات. الله يقويكم. الله يا رب. ست سميرة، خلينا هيك شوي نحكي بالظروف الصعبة اللي مرقت على سوريا، يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة كمان كان الحقيقة لهم تأثير. ما بدنا نقول هن تهمشت الرعاية تبعهم، لا لا، نحن كان في رعاية، ولكن شوي صار في ظروف أقوى، صار صحيح. في شهداء، في صحيح. صارت تزيد حالات الإصابات أكثر وأكثر بالضبط. وأكثر. هون خلينا نحكي عن صمود الجمعية وكيف يمكن تأقلمت مع الظروف الصعبة اللي مرقت فيها سوريا. بالحقيقة كثير واجهنا هيك شغلات، هيك صعوبات بجمعيتنا، لأنه ما صفى انه الطفل هو خلق من ذوي الاحتياجات الخاصه وخلق هو عنده اعاقه، صار في عندنا اعداد هائله من الاطفال اللي صار بدها معالجه، مو انه بس جسديا، لا، نفسيا. صار عندنا اطفال كثير كثير كثير، واعداد هائله بسبب الاحداث، بسبب الحرب، صار لنا نشتغل عليهم نفسيا معنويا. فكثير اسسنا كادر من عملنا بالاداره انه يلتجئوا لهذا الموضوع ويشتغلوا عليه، اللي هو تاهيلهم نفسيا. فالحمد لله يعني قدرنا نشتغل بهذا المجال نوعا ما، الحمد لله، بهالفتره هاي اللي كانت سبع سنين، كانت من اصعب الفترات الحقيقه، جهود مضاعفه اللي اشتغلنا فيها، وكان جهودنا كثير كانت متضاعفه بهذا المجال. طيب خلينا نحكي قديش فيها مسؤوليه اليوم ضمن الظروف الصعبه اللي عم نعيشها. طبعا هلا مسؤوليه وتحدي وصعوبات. طبعا هلا مسؤوليه بتنطلق من عند الاهل، مسؤوليه بتنطلق من جمعيتنا اللي عم نقدر بشتى الطرق نقدر نشتغل على هذا الموضوع. يعني موضوع مو سهل، مو سهل انك تفوتي لاعماقه وتدخلي لإلهم، هن اولا غير سليمين، فتخيلي انت لتوصلي لاعماقهم، لتوصلي لاعاقتهم، لتقدري تمشي معهم. فهذا مو يعني هذا الموضوع كلفنا بالنسبه لموضوع الاخصائيين النفسيين، قدرنا يعني نجيب اخصائيين كفؤ بهذا المجال لحتى نقدر نشتغل على هذا نعم. الموضوع. اكيد اعضاء جمعيه اسره الاخاء هن في اعداد محدده، ولكن في عندنا كادر اداري ممتاز يعني بهذا الموضوع. يعني هن مقسمين لكل حدا باختصاص. بالضبط، عندنا اختصاص معالجه نفسيه، عندنا اختصاص نفسي هذا اكيد، اختصاص معالجه طبابه، اختصاص تاهيل
تأهيل بالنسبة للتعليم، اختصاص تأهيل سلوك، اختصاص تأهيل نطق، يعني طبعا كلهم مقسمين لكل موضوع له ناس وله اخصائيين كفؤ بهذا المجال. طيب خلينا نحكي بال 2017 نحن عم نحتفل بعيد الميلاد المجيد، عن اهم النشاطات اللي قمتوا فيها هي السنه، اهم الاهداف اللي حققتوها بهي السنه، وشو يمكن الآلية العمل اللي راح تكون بال 2018؟ الحقيقه هي السنه كانت يعني افضل من غير سنين. هلا السنين الماضيه كانت شوي فيها صعوبه لتقدم المساعدة للطفل، كان فيها صعوبة من حيث الطفل اللي من برات صيدنايا لتأمني له المواصلات لتاخذيه لتجيبيه، شوي حدت هاي الأحداث. سنة نشكر الله ونشكر جيشنا اللي كان هو اللي خلانا نوصل لهالأمان اللي نحن فيه هلا، قدرنا إنه نشتغل أكثر، كانت نشاطاتهم أوسع، نعطيهم نشاط، يعني صار في عنا كذا نشاط قدرنا نقوم فيه للطفل، لرعايتهم قدر ناخده نجيبه بكل يعني شو محتاج، يعني صار في سهوله اكثر من الماضي. الماضي شوي كان صعب على مو بس على اطفالنا، على كل سوريا. فالحمد لله هالسنه مثل ما لاحظتوا بالريسيتال قدرنا ندخل الفرح، ندخل يعني شفتوا اجواء العيد، حتى العيد السنه عاشوه غير. يعني عندنا شهر، هذا الشهر شهر 12 من اجمل الاشهر اللي بتعيشها صيدنايا وبتعيشها سوريا، يعني فيها الاعياد كلها. فالحمد لله هاي السنه كانت نشاطنا اوسع، نشاطنا اكبر، قدرنا نشتغل اكثر، يعني الحمد لله بنقدر نقول انه قدرنا نساعد بما في الكفايه. الحمد لله يا رب. اكيد خلينا شوي نحكي، من هي الجهات اللي داعمه او الراعيه لجمعيه اسره الاخاء؟ يعني كمان يعني بتكون مواد اوليه كمان لحتى تكفوا بمسيره عملكم، يمكن بحاجه لاطباء، بحاجه لمواد، خلينا نحكي عن المواد، مين بيرعيها للجمعيه؟ هن الايادي البيضاء اكيد. نعم. انا كمان في هو رئيس الجمعيه دائما هو بيسعى، بوجه له تحيه، الاستاذ رياض الفاحل هو رئيس جمعيتنا، للكادر الاداري اللي بيشتغل معنا، كلهم هن سباقين ليسعوا من هالايادي البيضاء يقدروا يساعدونا في هذا المجال. نعم. يعني بشو نحن بنحتاج. الحمد لله الجمعيه مجهزه بوسائل كثير. عدد العالم اللي عندكم هلا؟ يعني عندنا الاطفال اللي نحن هلا بيترددوا على جمعيتنا، اللي نحن عاملين لهم مثل نظام مدرسي، بيداومون بيجوا على المدرسه صباحا، بيروحوا الظهر من المدرسه، بياخذوا طبعا التاهيل، طبعا هن تاهيلهم وتعليمهم تقريبا بحدود ال 14 طفل اللي بيترددوا يوميا على الجمعيه. نعم. دول يعني دائمين كبيرة. وعلى طول بيترددوا على جمعيتنا. اكيد مجهود كبير عم تقوم فيه. وبالاضافه الله يخليكي، بالاضافه للي بيترددوا له لاخذ المساعده، يعني مو بس انه الاطفال، في كثير ناس من ذوي الاحتياجات الخاصه بيترددوا للجمعيه لياخذوا هن شو بحاجه، اما معنويا اما ماديا اما يعني اي شيء هن بيحتاجوه. اكيد يمكن مجهود كبير عم تقوموا فيه، ويعطيك الله، نتمنى لك التوفيق وميلاد مجيد لك. شكرا كثير. الله يخليكم يا رب، وانا بتشكركم كثير على هاللقاء، واهلا وسهلا فيكم. شكرا سميره الفحل، امينة سر جمعيه اسره الاخاء، وتحياتنا اكيد لكل اعضاء الاسره، وان شاء الله هيك الله يقويكم. الله يخليك يا رب، ان شاء الله تهتموا بالناس اللي بحاجه. ان شاء الله نضل قادرين نتابع بهذا المجال. ميلاد مجيد، ميلاد مجيد، اهلا وسهلا فيكم.